موس الشوكولاتة السريع بدنا 2 كوب كريمة خفق، وبدنا 3-4 معالق طعام سكر مطحون، معلقة صغيرة فانيلا، نص مع كوب صوص الشوكولاتة، ومعلقة طعام كاكاو. تمام، يعني أسهل من هيك في؟ قولي معنا 4 دقايق بكفوكي؟ بكفوني وزيادة. كفوها وزيادة. ياب هلأ هذا الموس بدي إياكم كلكم تعملوه هلأ، إذا كنتوا شاطرين وعملتوا صوص الشوكولاتة اللي عملناه السبت الماضي رح تعملوه، لأنه كلنا أغلبنا خليني أحكي كلنا عنا كريمة بالبيت. هاي الكريمة خفقاها أنا قبل بوقت، بدي إياها لتصير يعني تخمل تضاعف حجمها. أنا مستعملة كريمة خفق بتلاقوها بالتلاجة محلية أوريدي، فمش رح أحط عليها السكر. إذا جبتوا كريمة خفق غير محلى بتضيفولها عنا السكر الناعم، وأنا محطوط لها كمان هاي فانيلا، فبتحطوا السكر والفانيلا هون، وعندي صوص الشوكولاتة، وبنخل الكاكاو على الوش. يعني هذا جد سوبر سوبر سريع، سوبر سريع وسوبر زاكي عن جد، سهل كتير وأي حدا بيقدر يعمله. وحطيه إذا عندك قوالب تبعون البوزة اللي هيك زي الأصابع، يعني قصدي قوالب بوزة بالفريزر كمان بتزبط؟ بصير زي بوزة على شوكولاتة للأولاد، ويهم ماما عملت لكم بوزة اليوم وحمليهم جميلة. طيب هلأ أنا بحب طريقة التقديم، أنتوا كيف ما بتحبوا بتقدموها، أنا حبيت أستخدم كاسات صغيرة موجودة، في موجود منها بالسوق، وفي فيكم تستعملوا كاسات عادي إزاز، بس أنا عشان سهولة التنقل جبت بلاستيك. لو بعدين حلو هيك واحد بياخد صحن صغير بياكل شوية وبيمشي الحال. تمام، هلأ عشان ما توسخ جوانب الصحن أو الكاسة اللي عندي بدي أحطها بكيس، يعني كيس كريمة، وبدي أقصها إذا قدرت بلاقي سكينة. أوكي سكينة هون. هذا كله الهدف طبعا عشان ما أوسخ جوانب الصحن، وبنزلها بهذا الشكل جوات الصحن اللي عندي. هلأ للتزيين يعني للزيادة هيك الواحد عشان الشكل، حط كريمة مخفوقة على الوش، وبعدين فيكم تحطوا أي إشي بدكم إياه، فراولة، بسكوت، أنا بدي أحط هيك إشياء فن هيك حلوة للولاد للصغار. وفي عندي كمان أصبع بسكوت محشي بالشوكولاتة وكرزة، في عندي مجموعة جاهزة. كيف كفوا الأربع دقايق؟ إيش كفوا؟ منال عن جد الله إنك عظيمة. لا بس إحنا كنا خفقين عشان ما خفقين الكريمة من أول. هذه بدك إياها؟ هاي بدي إياها عشان أحط عليها هيك عشان تعطي. أنا بقول هاي لإيش؟ هاي طريقة كويسة إذا أنتم ما عندكم مش إشي عالي ممكن تحطوا إشي تحت صحن عادي ببين كأنه إشي ستاند. إشي تحت إشي. ببين كأنه ستاند.